يقول أخو فضل أمس البارحة سهران كرهت عيشي ونوم العين ما جاني، من حين جاني خبر فيه الحزن عنوان، من حين قالوا توفى الخال زيداني، أنهار جسمي ودمي ذاب في الشريان، والنار تشعل في أعماقي وجداني، حني نعي الجبال الشامخة الأركان، يا حيد مبين ويا القفلة وقيضاني، يا الدبعة يا عقاب الجود يا شمسان، لا يا بني حارثة يا حصن نعماني. قصيدة كلمات الشاعر محمد علي مقبل مهدي من أهالي مديرية مبين بني عقاب محافظة حجة. القصيدة ألقاها تعزية بعد وفاة خالها المقبولة بإذن الله العقيد المناضل زيدان ناجي ناصر المضري، وهي موجهة إلى أخوان الفقيد الشيخ ربيع بن ناجي المضري والعميد محمد ناجي المضري والمقدم جابر المضري، وإلى أبنائه عدنان وسيف وكافة آل المضري. يلحنها فايز أبو شمس، عزفها أبو خليل عبد فرحان، وإيقاعها زبيد عبد فرحان. تسجيلات الفايز أبو شمس، دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة. كل جيعاني على القدر ذوي نزل منك بدون علان، ذي هز عزلة عكب والحيد شمسان. يقول خوفا واضل أمس البرحة سهران، كرهت عيشي ونوم العين ما جان. يا حيد مبيا والوي القفله وقيضاني، يا
يا الدبعه يا عقاب الجود يا شمسان، لا يا بني حوارثه يا حصن العماني، حني ونوحي على فقدان ابو عدنان، وابكي على الخالد ما له شابه ثاني. شبيه ثاني الخالدي كوان رمز الطيب والإحسان، الخالد زيد وان ذي ما مثله لساني، ذي سجل الوقت والتاريخ له برهان، صقر البطولة وأنه كفو ميدان. كفو ميداني تشهد مكيراس وحرب بيان وفي ردفان، وزن جبار لا وعجاب الصعده ومراني، ذي عاش عمره ومناضل يخدم الاوطان، القايد اللوي على مبدا قعد ساني، كم يا مصالة وسعى فيها بكل تقال، يا كم مشاريع تباع بعدها عالي. بعدها عاني يا كم شاكى والكثيرة حلها بحسان، يحكم وينصف ويرضي كلنا الثاني، يا رب سلامك له التوبة وبالغفران، واجعل طريقه إلى جنة عدنان. الصبر والسلوان وعظم على وجر منهم وجل يا حزاني، هذا التعازي إليكم يا أخي عدنان، أنت هو أخوك سيف وعمامك والأخوان. يا أخي عدنان.
كسا ويفا وعمامك والأخواني ارضوا بحكمة والقدر من ربنا الرحمن الكل راية وحوى كل من بها ثاني وعظم الله وأهلكم بالأجر يا أخوان ويحسن الله وعزاكم رب سبحاني ثم الصلاة على النبي ما يقرأ القرآن صلى عليها ليلة في كل الأحيان بالتواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 771-69-490 أو 711-115-490